ومستمرين معاكم مشاهدينا في برنامجنا وفي مشوارنا الجميل. وخلونا ننتقل للشيف ماجد الصباغ، نعرف خطوات الطبخ لأول طبخة أو الطبق الرئيسي. صباح خير مجدي. صباح النور والسرور. صباح خير سيد المشاهدين ولضيفتنا أمي موزة. عجبني الكلام، تتكلم عن أهل أول. حتى لما سألتيها عن الأطباق فشوفي الكرم في البداية، ما شيء صغير يعني، لازم القدور كبيرة والتقديم كبير والضيافة. وموضوع الطهي اللي هو الخميرة البايتة نحن نسميها، كانوا يخلوا شوية من العجين عشان ثاني يوم، فهي اسمها الخميرة البايتة اللي هي صحية أكثر بكثير عن الخميرة الفورية الموجودة الحين عشان نحضر الخبز. يعني نستخدم نفس العجينة ونخلها لثاني يوم، نحطها مع العجينة الجديدة فتتخمر، ونفس الشيء العجينة والروبة. والروب نفس الشيء، الروب صحيح. ما شاء الله. فهي اسمها الخميرة البايتة. ونرجع لموضوعنا، هو الطهي على الضوء النار. يعني الحين الجو بدأ حلو، فلازم اللي يسوي هاي الوصفة اللي بسويها الحين إذا عنده مجال خلي يسويها برا على الضوء، تكون أطيب. نعم، فوصفتنا اليوم راح تكون اللحم. أنا راح أسوي تتبيلة من اللحم، واستخدمت لحم البقر، قطعتها بشكل شرائح رفيعة، والتتبيل بيكون على حسب الرغبة. يعني إذا نحن بدنا تتبيلة الإماراتية خلنا نعمل مثلا البزار، ما عندنا مشكلة، لكن راح أضيف شوية من الملح الخشن، أضيف البهارات، عندي جوزة الطيب، عندي القرفة، عندي كمان القرنفل ما شاء الله. أوكي، بالإضافة إلى الهيل، وأضيف البابريكا، وممكن كمان أضيف الثايم أو الأعشاب العطرية إذا بدي. طبعا ضفت الملح، وراح أضيف شوية من البصل الشرائح ما شاء الله على اللحمة، أحركها شوي، ومثل ما حكيت فينا نتبلها بكيفنا. هاي ممكن نعملها ساندويتش، ممكن نقدمها كطبق رئيسي ونخلي لها مرافقات. راح أضيف شوية من الخل الأحمر مع اللحم، الخل بيعطي نكهة جيدة، وشوية من عصير الليمون. لازم يكون عنا في أغلب تتبيلاتنا لازم يكون في عنا طعم الأسيد، الطعم الحمضي، نخلطه مع طعم حار، نخلطه مع طعم حلو. نعم، الخل، أنا ضفت الخل هو الخل الأحمر بالإضافة لعصير الليمون، وراح أضيف شوية. بس يا شيف، طريقة التتبيلة تكون لها طريقة معينة، خصوصا اللحم يوم يكون طازج. أكيد، وفي أنواع أو وصفات ممكن نطبخ اللحم قبل بفترة، عفوا نتبل اللحم قبل بفترة يوم أو شيء، وممكن نستخدمه مباشرة حسب شو بدنا نطبخ. بالمجمل الطبخ الحين نحن نتكلم عن المشاوي، البر، الطهي السريع على الفحم أو ما شابه، على الأغلب نستخدم اللحم اللي هو قطعة أولى أو الدرجة الأولى مثل الفيليه أو اللحم الطري يعني. فهذا اللحم ما يحتاج وقت طويل في التتبيل، وبنفس الوقت ما يحتاج كمان كثير من البهارات. يعني اللحم هو بنوع أو بروحة نوعية جيدة، فما نكثر عليه البهار، ما نكثر عليه، ما نطول عليه التتبيل، وما نطول عليه بعد النار. يعني ما نخلي النار، ما نطبخ لفترة طويلة. بهاي الشكل استنى بس الزيت يحمى وبعدين اسوي. تكلمنا اذا نحن عم نسوي في البر مثلا، ممكن نسويه على الفحم، كثير راح يعطي طعم ألذ واشهى. واتوقع انواع التوابل تختلف تماما حاليا عن الماضي امي موزه، صحيح؟ التوابل اللي قبل تستخدمونها في اللحم، اول ما يكثرون من، مثل ما قال هو، ما يكثرون من البهارات. اي ما شاء الله. شو انواع البهارات اللي كنتوا تستخدمونها قبل؟ السنوت واليلان والفلفل الاحمر والكركم. يعني كانوا يقلون كله اول، ينقل يعطي نكهه شويه. اي ما شاء الله. يودون يطحنون عند الطحان، اللي يبي يطحنه خشن شوي بيكون ألذ للاكل. اما الفلفل الاسود فما، يعني انا روحي بالذات ما استعمله الا في نفس الوقت. هي ما شاء الله. نفس الوقت ادقه واحطه، ريحه تتم مكانه، وبعدين يعطيك طعم غير عن اللي مطحون ومخلاي. شو عن البزار الاماراتي؟ عفوا، البزار الاماراتي اللي يستخدم اكثر للرز، صح؟ يعني ما يستخدم مع اللحم.
بلا باللحم استغرب. بعد باللحم اللي اللي بس في اللحم يعني المطبوخ مع الرز صح؟ المطبوخ مع صالونة. اما اذا مثلا بتشويه او بتحطيه تسويه غوزي او شيء هذا ما تحط له وايد اشياء منها. نحن نحط له الزعفران والكركم والزعفران وهيل وجرفه شويه يعني وفلفل اسود يكون نفس الوقت مسوي له ما ناعم من اول عشان تكون ريحته بعد تكون ريحته احسن تلف الذبيحه كامله. لين الحين بتسوين بزار؟ نعم. انت تسويه على نسوي رحنا حق البيت رحنا نسوي مالنا. ما شاء الله. وطريقه استخدام مي السمن قبل السمن؟ السمن هو السمن يعني اللي احنا نقول بالسمن البدوة هذا يجمعون الزبده يجمعون اللي ما تستوي كميه اودتي حطوه على النار وخلوه لين تفور تسوي له زبادي بيضه تسوي فوق وشيلون الزبادي هذه ما شاء الله. عقب تكونين سويتي السنوت والجليلان قليتيه وطحنتيه طحن يعني حد يحط له شويه حلبه حد يحطها اللي تبغينه وكركم وتعقين فيه وتخليني يفور ما شاء الله. تقلين شويه طحين بعد وتعقين ويا الطحين يمسك البهارات هاي ينزلها تحت وتم يفور لين ينضع عقب ما ينضع خلاص يشبون السمن وهاي تم خلاصه يسمونه خلاصه اللي يسوي الشامي تعرفين الشامي اللي يسوي الشامي الشامي عباره عن جبنه تراثيه اماراتيه منو ما يعرفها. الشامي هو لبن صحيح اللبن هذا يحطون اللي يستوي الشامي ياخذون الخلاصه هذه مال السمن ما شاء الله يحطونها عليه وياكلونها وياه ما شاء الله. يعطيك ألف عافية أمي موزة ما قصرت على هالمعلومات ويعطيك العافية يا شيف. أيضا راح نستكمل فقرتنا بإذن الله تعالى. إذا مشاهدينا مستمرين معاكم في برنامجنا ومشوارنا الجميل ودعونا في هذه اللحظات ننتقل مرة أخرى إلى الشيف ماجد ونتعرف على المراحل اللي وصلنا لها في الأطباق المميزة. نعم نحن وصلنا للمرحلة النهائية تقريبا طبخنا اللحم. خلنا نتعرف على مرافق السلطة اللي ممكن تكون مرافقة لهذا الطبق. ممكن على فكرة تكون حتى حشوة داخل الساندويتش إذا حبينا نعمله وممكن تكون كمرافق جانبي. حطيت الذرة الطماطم أخذت القشور منها فقط بشكل طولي بعدين البصل شوية من البقدونس وهون عندي عصير الليمون اللي استخدمته في التتبيل قشر الليمون أنا ما رميته لازم أستخدمه وخليته في السلطة شوية من السماق لحتى يعطيني نكهة الحامض وأكيد محتاج شوية من الملح البحري وبحركها مع بعض ما راح أضيف زيت ولا أضيف أي سائل فقط هاي الشكل بتكون كافية معاي وأبدأ بهلق ممكن عمل الساندويتش اللي موجود معانا. ممكن نختار الخبز اللي نحن بنحبه معاي الخبز الكبير مثلا الخبز الكامل ما شاء الله يا شيف اليوم نجمع جميع المخبوزات من جميع الأنواع صحيح وممكن اني اخذ فهاي الفكره لحتى نستخدم اي نوع نحن متوفر معنا او حابينه ممكن ان نستخدمه. راح اضيف شويه من صلصه الطحينيه نعم بهاي الشكل ممكن اني اضيف شويه من المخلل التحضير الخيار واضيف شوي من السلطه اللي سويتها هاي كنوع من الساندويشات اللذيذة والمختلفة الريحة وريحتها كمان جميلة. راح أخذ طبق تقديم طبقنا صار جاهز إيه. ممكن أخلي شوية من الأوراق الخضراء الحلوة اللي موجودة معاي هون وأخلي الساندويتش بهاي الشكل وممكن بنفس الوقت أستخدم شوية من هاي السلطة على نفس الطبق بهاي الشكل. أنا كان بودي اليوم أسوي لكم كيكة لأنه اليوم هو اليوم العالمي للطهات يا سلام فنحتفل بعد بيوم الطهات العالمي لكن كانت الوجبة من الوجبات اللي هي رئيسية أو حلوة للاحتفال في الخارج ممتاز أوكي. طبعاً هاي بعد عنا شكل ثاني لكن بعد ما خلصنا راح أسوي بعض الساندويشات اللي ممكن تكون في حجم صغير لحتى نشوف شيء مختلف أو شكل مختلف
للساندويتش. لاحظ يا شيف انت مركز وايد على المخبوزات اليوم، ومركز ايضا على السلطه اللي تحتوي على الالياف والفيتامينات والمعادن. صح. اتوقع يعني الطبق متكامل من جميع العناصر الغذائيه اللي راح تقدمها لنا اليوم في برنامج صباح الشارقه. صحيح، حتى موضوع التقديم يعني تعرفي هو موضوع مهم الحين، الناس أكيد. كثير يهمها الشكل، طريقة التقديم، الألوان. صحيح، فممكن نعمل بأحجام كبيرة اللي نحن نتناولها كوجبة مثل اللي سويتها. صحيح. أو ممكن نعمل بالخبزة الصغيرة إذا حبينا مثلا نستخدم طريقة مختلفة، نستخدمها مثلا لحفلة عشاء خفيف، حفلة كوكتيل، فممكن أنه نشتغل بالأحجام الصغيرة. وعلى طول اللي يعطي النكهة للطبق اللي معانا إن كان سلطة أو ساندويتش هو المرافقات، يعني أنت عندك اللحم لكن عندك الخضار المرافقة، عندك الصلصة المرافقة، هاي راح يغنيها ويعطيها طعم قوي، طعم وفائدة. صحيح، قيمة غذائية بعد عالية. نعم، بهاي الشكل عم بعمل آخر واحدة صغيرة وسلطة الذرة. سلطة الذرة، البصل، السماق. يا سلام، وبتكون هيك جاهزة معاي آخر واحدة اللي ممكن إني أرتبهم بنفس الطبق أو أستخدم طبق جانبي ثاني. طريقة التقديم أساسية ومهمة أكيد على بلا شك. طول هون في أي إضافات؟ راح أحط شوية من صلصة الطحينية في الصحن، بعض الخضار، وبعض الخضار اللي راح ناخذها من السلطة. هاي كمان شيء أنا بحبه وبفضله على طول إنه نستخدم نفس المكونات، نفس الوجبات اللي عم نعملها بأكثر من استخدام أو بأكثر من طريقة طبق. يعني هي في التزيين وهي كمرافق وكل هاي الأشياء. فبهاي الشكل يمكن أنا هوني حابب بعد إني أعطيها رشة من الفلفل لمسات الأخيرة السلطة، وبتكون أطباقنا جاهزة. سوينا طريقة للشاورما اللحم أو تتبيلة، يعني هي مو ضروري نسميها شاورما، وسوينا سلطة مناسبة للأجواء الباردة الحين، الأجواء الخارجية، وساندويشات صغيرة كمان. صحيح، وأكيد هي وجبة غذائية متكاملة في النهاية للطبق الرئيسي. شيف ماجد الصباغي يعطيك العافية في هذه الفقرة المميزة، فقرة الطبخ، قدمت لنا أجمل الأطباق الشهية. يعطيك العافية على تواجدك معنا في برنامج صباح الشرق. شكرا لك. إذن مشاهدينا إلى هنا وصلنا إلى ختام فقرتنا، فقرة الطبخ، وإلى نهاية حلقتنا من برنامجكم صباح الشارقة. نتمنى قد استفدتم واستمتعتم معنا اليوم في مشوارنا الجميل من برنامجكم صباح الشارقة. تقبلوا مني تحياتي، أنا عبير النقبي، تحيات أسرة البرنامج. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.